الفجيرة للموارد الطبيعية مؤسسة حكومية تعنى بتطوير آلية العمل في القطاع التعديني وإيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستدامة للموارد الطبيعية في الإمارة. ويأتي مشروعها مختبر الابتكار ضمن مبادراتها الرائدة لتوظيف التقنيات المتقدمة في عملياتها التشغيلية والتنبؤ بالتطورات المستقبلية التي تسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة. هذا المختبر يعتبر واحد من الركائز الأساسية اللي نعتمد عليها وفي تطوير أعمالنا وخدماتنا اللي تقدمها المؤسسة إن كان للمجتمع المحلي أو للقطاع الخاص والشركات العاملة وحتى للعاملين للمؤسسة الفجيرة. موضوع استشراف المستقبل الكل يمكن شغال فيه وهناك في توجيهات ومن قيادتنا الرشيدة للاهتمام بهذا الموضوع لأنه هو السبيل لنا لتحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة. 13 ركنا يضمه المختبر يتعرف فيه الزائر على أهم المعادن والصخور التي تضمها الإمارة وعبر ما يعرضه من تقنيات تفاعلية ودراسات وأبحاث جيولوجية متاحة للجميع. يختزل المختبر التاريخ الجيولوجي للفجيرة فيما تسهم الخرائط الذكية في الوقوف على أدق التفاصيل والتطورات التي شهدت الإمارة في كافة مناطقها الجغرافية. المختبر هذا هنا نعتبره مختبر لين الأفكار الإبداعية، مختبر لين جلسات العصف الذهني اللي موجودة بالمؤسسة، مختبر حتى للتدريب للموظفين العاملين في مؤسسة الفجيرة، وأي واحد عنده أي فكرة إبداعية ممكن يجي على هالمختبر ويطلع على المعلومات اللي موجودة ومن خلالها يعطينا أفكار ممكن تساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في التسريع من العمليات. المختبر اشتغلنا عليه وقاعدين نطوره سنة بعد سنة وساهم كبير عندنا بتسريع العمليات داخل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. تفاصيل الموارد الطبيعية وعلوم الأرض تتوفر هناك قاعدة معلومات أساسية تعتمد عليها المؤسسة في اتخاذ القرارات والتسريع من العمليات وتعريف الخبرات العاملة في المؤسسة على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في قطاع التعدين. مختبر ابتكاري في مؤسسة تعنى بتسريع وتيرة نمو القطاع التعديني ومواكبة التغيرات المتسارعة في عالم مليء بالفرص والتحديات، ما يضمن تحقيق اقتصاد معرفي ومرن.